المطربة الشابة ديما صوت وصفه سفير الألحان الإماراتي فايز السعيد بالواعد في الساحة الفنية الخليجية، قادمة للفن من دراسة القانون وأغنيتها وبرواج أغنيتها في خاطري وأيضا غيرتي ومؤخرا يجيك النوم، أكدت قدرتها على تقديم مختلف الألوان الغنائية. يجيك النوم ولكنك ما سوي شاي، وانا نومي مجافي عيني يا خمام، اذا لك قلب ينبض او تحس شوي محال تصد هالصدى ولا تنشاي. تنضم إلينا هنا في الاستوديو الشابة الفنانة ديم. ديم صباح الخير. صباح ديم طبعا خير. جمع ديمة عيدكم مبارك. أكثر من ديمة؟ لا هي ديمة واحدة. ديمة واحدة. طيب خليني أسأل اليوم، من اللي ما يجيه النوم؟ وجاش نوم بعد النجاح هذا مال الأغنية؟ ها يعني هاي الأغنية من أحب الأعمال اللي صراحة يعني وايد أحبها. إيش كثر؟ يعني من اللون اللي أنا أحبه يعني طربي. اها يعني معناته انت بتحبين ال مو بوايد كل شيء بس كل شيء. ما ادري هاي حبيتها. طيب خلينا نتكلم عن البدايات، يعني انت رحتي من القانون ودراسه القانون الى هذا التحول الجذري، كيف جاء هذا التحول؟ هالسؤال لازم انساله. لازم، هو من القانون للغناء والموسيقى يعني اشياء مختلفه. هو القانون يعني دراستي وما كان في بالي وقتها ان انا يعني اغني وشي، مجرد موهبه. ايوه الموهبه موجوده من الصغر يعني، لكن مع الوقت لازم شوي خلاص في خاطري اللي اسوي يعني اللي اباه وحلمي من وانا صغيره. فهي صدفه يعني، فكرت بعد وقت طويل يعني بس وغنيت يعني. احنا امس كان عندنا ضيف حق الفرصه يعني، امس كان عندنا ضيف ايضا جراح تجميل، فبالتالي إيه يبدو انه لم تعد هي موهبه تنتصر. طيب خليني اقول لك، بما انه انت تحبين الاغاني الطربيه، سمعت انا حتى بالاغاني التراثيه الشلات او الشعبي، ايش كثر هذا من الممكن انه اليوم ما اصبح مرغوب عند جيل الشباب ولا مرغوب ولا لا مرغوب. ولا في صراع؟ احس مرغوب وفي فئه كبيره تسمع اللون الشعبي. يعني انا اول اغنيه لي كانت الاغنيه الشعبيه في خاطري. أي. يعني نزلت معنا ما كان مخطط ان هي اللي تنزل. أي. كان على اساس اغنيه غيرتي بس نزلت ونسب مشاهده عاليه. لكن لحتى الان يعني مثلا حبيناها منك، وكنت مستغربه ان بيحبون اللون الشعبي من صوت نسائي. فحبوها مني، فهالشيء شجعني ان انا اسوي بعد عملي. خلينا نسمع هذا الصوت النسائي. اللون الشعبي. شعبي يعني في خاطري اغنيكم. يلا اللي في خاطرك تفضلي. هي اسمها في خاطري. يلا واحنا في خاطرنا نسمع. مايك مفتوح؟ مايك مفتوح. مفتوح يا مفتوح. وفي خاطري ابغي امرك، لكن رفيق الوقت ما طاع، ونهبلي نس ناس برك، عقلي وفكري صوبك انصاع. الشوق لك في الروح حرك دفين وجد بين الاضلاع، تدري بان قلبي مقرك ولك في اسمي مدهل ومرتاح. الله الله والله هي انا ما راح اسال، انا بسمع. لا تحطين الميكروفون. اي لا بصير طماع اليوم، خليه بيدك. اي بس انت ايضا قلتي لي هذا الشعبي، هذا الشعبي الروح الطربي أو الشيء اللي تحبينه. يلا أنا ما أبي يعني ما أبي أحطك بزاوية بس أبي أسمع. أغني لك مقطع من يجيك النوم، هي آخر أغنية. يلا روح. ضمتك ليه وأنت في حياتي مي، كذا ما ظن يا عمري ترى إنصاف، يسولف شوق عيني ذي لعيني ذي، بحرف العين
حرف الشين حرف القاف، تبيني قولها بصوتك حبيبي عشان تصير أحزاني علي اخفى. وإذا بتعافى حاسيسي مثل ما هي بقول إنك تبي لكن زمانك عاف. الله عليك. الله على إحساس. الله على إحساس والفالد. في برضو استفسارات وعايزة أعرف، هذه في محطة مهمة في مشوارك الفني يعني الملحن فايز سعيد، كيف وجدت هذه الخطوة معه في هذا المشوار؟ طبعا بالنسبه لي يعني نجاح كبير ان انا بدايتي تكون معاه، وانا بالاول يعني حاطه ببالي انه يعني اذا بغني انا ما بصير عند اي شخص، يعني اختياراتها تكون اصعب فيما بعد. هي اكيد يعني، ف يعني معروف عنه بعد انه هو يعني اللي يطلع الاصوات ويعني الحلوة. ترى هو مو سفير للحان، هو قناص يقتنص الفرص ويقتنص صحيح الاصوات صحيح. فمعروف عنه، فأكيد يعني الأفضل أني أنا أسير له، والحمد لله يعني اقتنع بصوتي من أول مرة، وعلى طول عطاني أغنية غيرتي يعني من أول لقاء كان أنه مختار لي واقتنع تماماً، وهالشيء يعني شجعني. ايش كثر راح تبقين حبيسة تيجيك النوم ولا مجهزة شيء ثاني؟ لا لا، في شيء كان مفروض أصلاً ينزل في العيد، بس شوي يعني ظروف تأخرت. ايش راح يكون؟ اغنية شعبية. شعبية حبيتي انت اللي مطلعها شيء؟ طلبوا مني لأن يعني مطلعها شيء يقول أناظر في عيونك وابتسم. الله، أناظر في عيونك. غنى ما راح تنقال غنى ولا ننطرها؟ يلا بقولك يلا من الميكروفون بيدك. ايش كثر عندنا؟ بس ايش كثر عندنا؟ يلا 45 ثانية لك انت. احنا نقول فمان الكريم شوفكم. اناظر في عيونك وابتسم وتبقى ساكنا في وسط عيني. خلاص خلاص زين، اعطينا انا خليني اسمع منك شرقي اذا كان بنت. اي ولا ما تبي زين؟ شلي تسمعيننا باقي الوقت. انت اعطيتينا بس شوي يعني زين تفضل. نسيت يعني تسمعونها. غيرتي. يلا غيرتي. غيرتي ما هي بديني، انا من جنة عليك ويعني لو سلمت أشر ما لدعت مديديك وما أبيهم يلمسونك ولا حتى يكلمونك.